وتمشيا مع توصيات الحكومة لتحسيس المواطنين بمخاطر كورونا، نظم مستشفى الأخوين شنافة بالمشرية بولاية عامة يوما دراسيا لتحسيس جمعيات وأئمة المساجد حول تشخيص الوباء. قدمت ليميت لك لو كلين لو كوميتي جوستومون سور سو كالا دي ماتنو اون في ا 17 ريا بيريا ا 18 ريا بيريا لا دي تيري اصل اركي ديسبون. هذا اليوم يوم تحسيسي قمت به، هذا نظمته المؤسسة تحت إشراف سيد مدير الصحة والسكان، وهذا من تحت رعاية وزارة الصحة والسكان أيضا. هي اللي قالت اليوم في الفو فيغ ان جورني سبيسيال على كورونا للتوعية وتحسيس للمجتمع بأضرار هذا المرض. النظافة يعني لحد الآن الحمد لله احنا في الجزائر ما عندناش يعني حالة طارئة تتطلب تدخل كل الجهات، ولكن يعني الأساس في هذا الوقت هو اساس على بريفونسيون. لا بريفونسيون اللي يرتكز اساسا على ليجيان، سيرتو ليجيان، ليجيان دي ما اي ليجيان دو لا سيرفاس. ان شاء الله بدورنا يعني نديروا هذا الاحتياطات تاع الليجيان تاع النظافه بالغا في المساجد. واليوم الحمد لله يعني هذا شرف كبير في بلدتنا النعامه وفي سائر المستشفيات يعني على مستوى الوطن. اعطونا فيه معلومات قيمه على فيروس كورونا، كيفيه الوقايه والتعريفات نتاعه والدرجات نتاعه، يعني استفدنا عند الاطباء الكرام جزاهم الله خير.